شركاء معاه ومستقبل. أنا حقيقة سعيد بوجودي في كنا نعمل منذ سنة مع سعادة الأمين العام يعني من أجل التفكير في شراكة بين المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية ومجموعة الغرف الإسلامية للصناعة والتجارة والزراعة. واليوم أنا وقعنا اتفاقية الشراكة بين المنظمة الوطنية ومجموعة الغرف الإسلامية. هذا راح يزيد فينا يعني حاجة كبيرة، خاصة مع قانون الاستثمار الجديد والمنظومة الاقتصادية الجديدة في الجزائر. الاتفاقية هذه اتفاقية إطارية، وهي أول اتفاقية نوقعها في الجزائر، والغرض منها هو تطوير علاقاتنا مع القطاع الخاص في الجزائر وتغطية الأبرز وأهم الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تقام داخل الجزائر، سواء كانت يعني فعاليات جزائرية أو فعاليات إفريقية. أطلقنا شركة خاصة غير هادفة للربح، متخصصة في الحلال، وبدأت بممارسة عملها، ولعلها الشركة الأولى في العالم التي قامت بتطوير عمليات الحلال إلى عمليات رقمية. وإن شاء الله يعني نتمنى أن نروج لاحقا ونعمل زيارة لفريق الشركة للجزائر من أجل أن يعني أن تشرح الشركة للمستثمرين الجزائريين المجالات الضخمة الموجودة لديها. والشركة الحمد لله الآن تشارك في مختلف المناسبات الحلال حول العالم. الإحصاءات والمؤشرات حول العالم جعلت العالم بأجمعه يهتم بموضوع اقتصاديات الحلال، والغرفة الإسلامية هي الجهاز الذي أسند إليه مهمة التطوير وإنعاش والترويج لاقتصاد الحلال في العالم. ونحن الحمد لله يعني أطلقنا شركة خاصة غير هادفة للربح، متخصصة في الحلال، وبدأت بممارسة عملها، ولعلها الشركة الأولى في العالم التي قامت بتطوير عمليات الحلال إلى عمليات رقمية. وإن شاء الله يعني نتمنى أن نروج لاحقا ونعمل زيارة لفريق الشركة للجزائر من أجل أن يعني أن تشرح الشركة للمستثمرين الجزائريين المجالات الضخمة الموجودة لديها.